السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح البابل سولت سورت في سي بلس بلس. فكره البابل سورت باختصار شديد، لو انا عندي مثلا اري 3 5 2 3 7 8 4 وعايز اسورت الاري دي، هعمل ايه في الحاله دي؟ هبابل اكبر رقم للاخر وبعدين ارجع الف تاني، ابابل الرقم اللي بعده اكبر رقم بعده للاخر. يعني هنبروسيد ازاي؟ هنلوب من اول اليمنت تمام لحد اخر element. 3 اكبر من 5؟ لا. طيب 5 اكبر من 2؟ هنسواب دول، يبقى عندي 3 2 5 3 7 8 4. بعد كده 5 اكبر من 3؟ هنسواب الاتنين دول، يبقى 3 2 3 5 7 8 4. بعد كده 5 اكبر من 7؟ لا. 7 اكبر من 8؟ لا. 8 اكبر من 4؟ 3 2 3 5 7 4 8. بعد كده هنخش على اللوب اللي بعدها، كده خلاص ده بقى سورتد اول رقم ده، يبقى هنلوب لحد هنا بس. نبدأ نتشيك 3 اكبر من 2؟ يبقى هنبقى هنسواب 2 3 3 5 7 4 8. بعد كده 3 اكبر من 3؟ لا. 3 اكبر من 5؟ لا. 5 اكبر من 7؟ لا. 7 اكبر من 4؟ هيبقى 2 3 3 5 4 7 8. وصلت ان دول بقوا سورتد. ابدا ابص على السب ليست دي، 2 اكبر من 3؟ لا. بعد كده 3 اكبر من 3؟ لا. 3 اكبر من 5؟ لا. 5 اكبر من 4؟ هنسواب ده كده بقى سورتد. ابدا ابص على البارت ده، 2 اكبر من 3؟ لا. 3 اكبر من 3؟ لا. 3 اكبر من 4؟ لا. ده كده بقى سورتد، وهكذا هنلاقي ان الاري كده بقت سورتد. عشان نمبلمنت الكلام ده، وليكن عندي مثلا فانكشن اسمها بابل سورت، بما ان الاري كده كده هي باست باي ريفرنس، فهنباص الاري على طول، والسايز بتاعها سايز اوف الاري على السايز اوف انت عشان ابص عدد الاليمنتس اللي موجوده في الاري. بعد كده هبرنت الريزلت اللي هي المفترض تبقى سورتد، يعني بعد اما نكون البابل سورت، يبقى فور انت اي بزيرو، اي اقل من الان، اي بلس بلس، والان هنا اللي هي كانت عباره عن السايز على ده، هنسي اوت اري اي ونسيب سبيس ونجيب نسي اوت اند لاين، وهنا نمبلمنت void بابل سورت. دي بتاخد انت array و انت any اللي هو السايز بتاع الاراي. هبدأ loop for انت i 0 i اقل من ال n minus 1 i plus plus. ليه ال n minus 1؟ لان انا لما اوصل عند اخر element اللي هو كان 2 في الكيس اللي احنا لسه ماسحينها، هلاقي ان ال 2 هي already sorted، لان انا هعمل sort ال n minus 1، فهلاقي ان ال n by default هو sorted. بعد كده اقول for انت j، هبتدي من الزيرو لحد الجي اقل من ال n minus 1 minus ال i اللي هما اللي already sorted. ففي اول لوب هيبقى 0 element sorted، فهلوب على n minus 1. في تاني مره هيكون عندي 1 element sorted، فهلوب لحد n minus 1 minus 1 اللي هو n minus 2، وهكذا i plus plus sorry j plus plus. بعد كده هتشيك على لو كان ال array j اكبر من الاراي جي بلس 1، سواب الاراي جي مع الاراي جي بلس 1. That's it. نرن ونشوف، لان الاراي بقت سورتد اللي هي 2 3 3 4 5 7 8. شكرا.